السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبائي عشاق قناة أخبار الملوك والأمراء المغاربة، في هذا الفيديو سأعرفكم عن أصول أم ملك المغرب محمد السادس الأميرة المغربية لطيفة أمحزون. الأميرة لطيفة هي أم ملك المغرب محمد السادس والأمير رشيد والأميرات حسناء أسماء ومريم، وهي تنحدر من منطقة زايان الأمازيغية بوسط المملكة المغربية، وهي بنت أحد كبار شيخ قبيلة زايان. وقد كانت الأميرة لطيفة تحمل اسم فاطمة حمو، لكنها دعيت باسم لطيفة تجنبا للخلط مع الزوجة الأولى للمالك الراحل الحسن الثاني، وهي فاطمة أمهروق بنت القائد أمهروق. وللأميرة شقيقتان أمينة وحفصة، اللتان تعيشان رفقة باقي عائلة أمحزون بمنطقة الأطلس المتوسط، وتحديدا بعروس الأطلس مدينة الخنيفرة. والصورة الوحيدة الرسمية التي ظهرت فيها الأميرة لطيفة التقطت لها خلال حفل زفاف ابنتها الأميرة حسناء، بحيث لم تظهر في أي صورة ملكية بعد ذلك، فيما استعصى على الصحافة المغربية التي بدأت تهتم كثيرا بالأميرة لطيفة الحصول على أي صورة تظهرها لهم بشكل واضح. الأميرة لطيفة وهي المولودة عام 1946 ميلادية، دخلت إلى القصر الملكي في البداية رفقة إحدى بنات عمها، غير أن الحظ سيبتسم لها وسيفتح أمامها أبواب القصر الكبيرة حين استطاعت أن تثير بجاذبية شخصيتها الملك الراحل الحسن الثاني، فاختارها لتكون زوجة له وأما لأبنائه. والأميرة اللطيفة هي الآن امرأة في عقدها السادس، لا تزال تحتفظ بالكثير من مقومات جمال الأطلس المتوسط، تتنقل بين مراكش وباريس، ويدير أعمالها مدير الحرس الخاص للراحل الحسن الثاني الحاج المديوري، الذي لا زال محط ثقة للأسرة الملكية المغربية.